جديدة وبرنامج الليل النجوم بيقدم كل جديد. قوم يا حبيبي قوم. ها الاسم؟ علي عبد النبي. علي عبد النبي منين يا علي؟ من الجيزة. الجيزة، تحية لكل أهلنا في الجيزة. الموهبة غناء. أنا هغني النهاردة للفنان وديع الصوفي. يلا اتفضل يا حبيبي اتفضل. دار يا دار يا دار يا دار، قولي لي يا دار، راحوا فين حبايب الدار، فين 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 فين، قولي يا دار قولي يا دار، دار يا دار يا دار يا دار، قولي لي يا دار، راحوا فين حبايب الدار، فين 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 فين، قولي يا دار. لياليكي كانت نور يسبح في ضي بحور، صباح فضاء مهجور مرسوم في كل جدار، راحوا فين حبايب الدار، فين 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 فين، قولي يا دار. احسن، انت بتأدي كويس ولكن انت بتأدي بالشبه، يعني ايه حابب الغنى وجواك مقام في مقام على صوتك سليم، انما بتغني لان تاخد بالك من المقام، ده مقام معين تبقى انت عارف ايه المقام اللي بتغنيه انت، وبعدين الافلات كلها بتتاكل بتاكل. هو مرعوب بس. طب نسمع حاجه تاني؟ نسمع حاجه تاني. يقعد مع حد يفهمه، مش لوحدك، ما تسيبش لوحدك نفسك لوحدك. طب سمعنا حاجه تاني يا حبيبي. ها بتغني لمين؟ مين تاني بيعجبك من المطربين؟ هو هيغني حاجه، ده السؤال المهم. حاجه الموزه، ما هم الجيل ده كله ما يعرفش غير موزه. لا في فجله وفي بقدونس وفي كزبره. لا لا لا، عندك سوق الخضار مليان. ها يلا. معلش معلش يا استاذ حبيبي. غنى حضرتك لاحمد موزه. يلا اتفضل. ها ده بقى ده احمد موزه ايه يعني؟ ما اعرفش، كل العيال متيمه بيه. هو مش وحش بس يعني اقصد مش ده بيطلبوه من عند فكاني ولا بيطلبوه منين؟ لما يعوزوه في حفله يعني. قول يا ابني قول قول. يا خويا يا يا خويا، سجن العذاب قافل بابه، وحشونا ناس عننا غابوا. ثانية بقى، يا ريت انت ما رحتش الفكاهي، انت كنت ماشي في الاغنيه الاول كويس، المقامات راحت منك من غير ما تغني. مظبوط مظبوط. سمعت مين المطربين يعني؟ قول لي، ما انا مهم عن سمعت مين. الدنيا مليانه غنى، ومصر بالذات ام الدنيا يعني في الاصوات يعني، ما شاء الله يعني. يعني مثلا انت غنيت الاستاذ وديع الصافي، حلو؟ حافظ بقى مثلا جورج وسوف، الجسمي، استاذ منير، ما حفظ الالقاب للجميع يا جماعه، منير، فؤاد، عمرو، عندك عمرو اسمه ايه اللي هو تامر حسني، عندك فنانين كتار. ها مش حافظ لحد من دول؟ طيب عقبال وام اللي بعديها، انا قلت لك تكون جاهز. اللي بعده يلا. خشونة الركبتين ليست مرض خطير ولكنها مزعجه شويه. النهارده احنا بنقول ان خشونة الركبتين مراحلها الاولى، الثانيه، الثالثه مراحل سهلة التعامل معها. البلازما الغنية بالصفائح الدموية بتعيد بناء الغضروف. يكفي ان المريض يبقى فاهم ان هو ما عندوش حاجة خطر، يكفي ان المريض عارف ان هو ان شاء الله في علاج، انت مش هتخسر حاجة ولا في أي نوع من التعرض لأي خطورة. الناس مش متخيلة نتيجة البلازما بتقعد مع الناس سنين لأنها بنت الغضروف.